المغربيات والجمال ديال المغربيات والثقافه ديال المغربيات بصفه عامه. كنشكروا على 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 هذا المهرجان اللي اللي كما جاء على لسان الاخ سي جبالي انه كان كيتنظم في الثمانينات وانه كان كيعطي اشعاع كبير للمدينه على المستوى العالمي. كنتمناو الاستمراريه للاخت منى مروان وكنتمناو لها التوفيق هذه المره. عندي نداء نداء الى السلطات لدعموا الشباب ودعموا الافكار اللي جديده واللي هي باغا تمشي بالمدينه العريش القدام وباغا تمشي يعني تشتغل على افكار اللي هي غتخدم ما هو محلي وما هو وطني وعلاش ما عندهاش اشاعه على المغرب بصفه عامه. وشكرا.